انا يمكن كنت لسه بتكلم بقول ان دايما النادي الاهلي عنده صفات دايما انه بيتحرك على غرس الصفات الطيبه في اجيال المستقبل، وده الحياه القيم من النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وده دستور النادي الاهلي في التعامل. فيمكن بدايه ان المبادره تطلع من النادي الاهلي ويبقى انا ضد التنمر وضد اي سلوك عدواني وضد اي خروج عن النص في اي اطارات بشكل عام، اعتقد يمكن متفاعله مع اسم وتاريخ النادي الاهلي ومبادئه. يمكن النهارده كمان ان يبقى الحياه مشترك في المبادره العديد جدا من الوزارات والهيئات، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الشباب والرياضه الحقيقه اللي باذله مجهود كبير جدا، اتحاد الرياضي المدرسي الحقيقه اللي بيتحرك في اولى الانشطه الخاصه بيه النهارده، طلبه المدارس اللي موجوده، نجوم النادي الاهلي الحقيقه، الشباب اللي دايما مشرفينا كابتن خالد بيبو وكابتن هشام حنفي والعديد الحقيقه من شخصيات ورؤساء الاتحادات الحقيقه، المستشار عمرو والناس، مجموعه كبيره جدا الحقيقه، والدكتور وجيه عزام رئيس اتحاد الرياضه، يعني ناس كثيره الحقيقه وكذا وزاره، يعني اعتقد ان حدث طيب جدا. طلبه مدارس كبيره الحقيقه شاركت، اعضاء النادي الاهلي الحقيقه بكل فئاتهم العمريه شاركوا. اعتقد من هنا بنبدا مبادره مميزه جدا، اتمنى ان الانديه المصريه كلها تبدا تحذو حذو النادي الاهلي وتبتدي تتحرك على ملفاتها بنفس الطريقه وبنفس الشكل، ويكملوا من خلالنا واحنا نكمل من خلالهم في بعض الملفات. ده الطبيعي، وده طبيعي ان يبقى السلوك العام بتاع الشارع المصري من افضل لافضل والناس تبتدي تتحرك عليه. دارين يعني نغرز السلوك الطيب في المجتمع المصري، وهو ده النادي الاهلي. كنا برضو بنحتفل الحقيقة في 6 أكتوبر الحقيقة بكل الحقيقة أعضاء النادي الأهلي اللي شاركوا الحقيقة في حرب 73، يعني إحنا متحركين على ملفات أعتقد جديدة ومختلفة ومتفاعلين مع المجتمع المصري، وبنأدي دورنا الطيب جدا والمميز إن إحنا نبتدي نشارك الدولة في إزاي يعني نتحرك في السلوك الطيب للشارع وللمواطن المصري، وإزاي يبقى في غرز الطموح وإن الناس تبني وتتحرك وتشتغل وتبذل مجهود وتتحرك على دوت. وإحنا والله ربنا الأعلم بنتحرك ده في النادي الأهلي بشكل كبير جدا 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 جدا. في حاجات بتشتغلها بتبقى تراكمية بتبان نتائجها، بتاخد شوية فترة، يعني ممكن 7-8 شهور تبقى الحاجة تظهر للناس بشكل مميز جدا. في حاجات بتظهر في ساعتها، إنما في حاجات بطبيعتها بتاخد شوية وقت عشان تبتدي تظهر. فان شاء الله باذن الله رب العالمين يبقى من نجاح لنجاح للنادي الاهلي. طبعا كل شيء يعني ممكن وكل شيء وارد. النادي الاهلي عنده العاب الحقيقه كتيره جدا، ويمكن اعتقد من اكبر الانديه اللي موجوده في مصر الحقيقه، اللي بترعى لعبات الحقيقه وبيدعم المنتخب المصري بالعديد كبير جدا من اللعبات، وعنده تصورات كتيره خلال الفتره الجايه. بنفتح افرع جديده للنادي الاهلي، بنتحرك احنا ان شاء الله نبدا ان 1/12 نبدا العمل في فرع الرابع، فرع التجمع. عندنا الحقيقه افكار مميزه هتبدا تطلع للنور خلال الفتره الجايه في افرع للانديه، هتبقى في محافظات مصر في الصعيد. بنتحرك على ملفات حلوه قوي الحقيقه الفتره الجايه، هنروح للناس كلها في اماكنها، يعني في تغيير شامل في طريقه تحرك النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. فاعتقد انه يتواجد في رياضات جديده، اكيد محل ممكن تبقى دراسه، محل ممكن تبقى موجوده في افرع مش موجوده في الافرع الثانيه، لان في افرع الحقيقه مرتبطه بمساحات معينه، واخد بالك. فاعتقد الامور ان شاء الله باذن الله تبقى افضل الفتره الجايه.